اهلا وسهلا وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين اثير اذاعه ام بي سي اف ام. حديثنا متواصل معكم في برنامجكم برنامج كيف، معي محمد العسيري. ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التغلب على جائحه كورونا؟ للحديث اكثر حول هذا الموضوع اسعد ان يكون ضيفي وضيفكم الان الاستاذ محمد السلمي، باحث ومستشار بالهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. حياك الله استاذ محمد وسعيد فيك اليوم. حياكم الله وحيا الله المستمعين جميعا. الله يحفظك. سؤال مهم أتوقع لما نتحدث اليوم عن دور الذكاء الاصطناعي في التغلب على جائحة كورونا، الكثير يتبادر إلى ذهنه الآن من يستمع إلينا عبر الهاتف أو عن طريق التطبيق اليوم، أين يكمن دور الذكاء الاصطناعي في التغلب على جائحة كورونا؟ وأيضا هل له دور فعال ورئيسي؟ نعم بطبيعة الحال الذكاء الاصطناعي أولا هو حقيقة تسخير من الله، ساهم في تعزيز قدرات البحث عن حل ومكن ولل يعني جميل. بنعود الاتصال استاذ محمد. أهلا وسهلا حياكم الله من جديد، ما زال حديثنا متواصل مع ضيفكم الأستاذ محمد السلمي. حياك الله أستاذ محمد وسعيدين فيك. ما أدري الذكاء الاصطناعي كان له علاقة في فصل الخط أو لا؟ لا أعلم يبدو أنه حالات اتصال يعني. جميل. كنا نتحدث على الدور أو ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التغلب على جائحة كورونا. أنا سألت أنه هل اليوم له دور فعال ورئيسي في التغلب على الجائحة؟ نعم، هو الأمانة يعني أيضا مكررا هو تسخير من الله، ساهم في هذه الفترة في قدرات البحث عن حل باستخدام الآلة، وهذا ما تقوم به حقيقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. نجد دور الذكاء الاصطناعي برز في خمس مراحل على مستوى تغلب على هذه الجائحة. أولها مرحلة الكشف المبكر وتحليل الوباء، وثانيها أيضا مرحلة الاحتواء للعمليات المستهدفة وتتبع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تحسين التواصل وتحليل السلوك. ساهم أيضا في المرحلة الثالثة مرحلة التشخيص والفرز الطبي للحالات الإصابة والبحث أيضا عن حلول في كل ما يخص هذا المجال. والرابعة مرحلة الرعاية الصحية ومراقبة وتنبيه المريض عن بعد وتحسين موارد الرعاية الصحية وتدفق المرضى، وأيضا البحث أيضا عن حلول في الرصد الآني المستمر. آخره مرحلة البحث عن علاج، البحث عن المعلومات. هناك فيض عالي جدا من البيانات على مستوى العالم في هذا المجال، فنجد أن الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير جدا في هذا المجال. ما في شك أن المملكة سابقا والآن وبإذن الله مستقبلا تقدم نموذج مميز في تسخير تقنية والذكاء الاصطناعي لمواجهة جائحة كورونا. لكن بدي تعرف أنا والمستمعين، يعني عندنا فضول نعرف التطبيقات وما هي أهمها التي ساعدت في السيطرة والتحكم بالفيروس. هو حقيقة التطبيقات الحكومية برزت في هذه الفترة ولله الحمد، أحدهم تطبيق توكلنا من الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، ويحدى التطبيقات اللي نفتخر بها، تهتم في مجال التراخيص للمستخدمين والربط بحالات المستخدم عند الطلب. أيضا هناك تطبيق آخر اللي هو تطبيق تباعد، اللي يستخدم تقنيات لأول مرة تستخدم حقيقة وتطبق من كبرى الشركات التقنية في العالم اللي هي جوجل وأبل، بحكم انتشار شرائح الاتصال بالهاتف من هذه الأجهزة، وأتاح تبادل معلومات مشفرة عند الاقتران واقتراب الأجهزة بعضها البعض، ويمكن نقل هذه المعلومات لجهة موثوقة عند حالات الإصابة والمخالطة لتتبع المصدر والاحتواء، وهنا عندنا الجهة اللي سدايا بارتباط أيضا مع وزارة الصحة. أيضا هناك تطبيق صحتي اللي برز في حجز المواعيد واتخاذ الجرعات وغيرها، وهذه الحمد لله كلها التطبيقات هذه تغذي للمسؤولين لوحات بيانات إرشادية على مدار الساعة آنية في لحظتها لمراقبة الحالات وحصر المناطق وبؤر التفشي واتخاذ القرار في لحظته.
فالحمد لله يعني دور الذكاء الاصطناعي برز بقوة في مواجهة هذه الجائحة، والتطبيقات الحكومية أيضا تساعد بشكل كبير جدا. لما نتحدث عن تطبيق صحتي وتوكلنا، أبغى أتحدث معك عن تطبيق توكلنا. في بداية يعني خلال الأسبوع الماضي أو نهاية الأسبوع الماضي حصل طلب كبير على الموقع أو التطبيق مما أدى إلى بعض الأعطال، هل كنتم مستشعرين أنه راح يحصل هذا الأمر و تظهر في بعض الأعطال نظرا لعدد نقدر نقول مستخدمين؟ نعم، هو حقيقة عدد المستخدمين المعلن قبل فترة تجاوز 7 مليون. 7 مليون مستخدم لتطبيق 7 مليون توكلنا. نعم، هو من أعلى التطبيقات الآن في المنطقة للاستخدام اليومي. اللي حصل طال عمرك أنه فيها طلب عالي جدا وتزايد مستمر بعدد المستخدمين على هذا التطبيق بمعدل فوق 9 مرات استخدام يوميا. وتعرف أنه تطبيق توكلنا أيضا يقدم حلول مباشرة، يعني تصاريح بحالات معينة، حالة الإصابة، حالة المحصن، حالة المخالط، حالة القادم من سفر، حالة أيضا المخالط في, 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 في منطقة ويطلب منه عدم الخروج ويكون يعني ملتزم في بيته. فهذا الطلب العالي والشديد على هذا التطبيق سبب ضغط حقيقة في السيرفرات، ولكن الحمد لله كفاءة الزملاء في سدايا برز وبالله الحمد وحلوا المشكلة في أقل الحمد لله من 24 ساعة. وجه لهم التحية جميعا بالتأكيد. نعم. أستاذ محمد، خلني شوي أتكلم معك عن تطبيق توكلنا، بنتحدث فيه بتفصيل عن هو تطبيق صحتي. اليوم هي نموذج مشرف لاستخدام التقنية في العالم. تطبيق توكلنا ظهرت بعض الأحاديث أن تطبيق توكلنا من الممكن أن يعطي مخالفات، هل هذا صحيح؟ لا ابدا، بل بالعكس، يعني المتحدث الرسمي وسدايا اظهرت وبينت انه هذا الامر غير موجود، بالعكس ان المخالفات لها جهات معنيه بها ونحن لا نقوم بهذا الدور في سدايا. لما نتحدث ايضا عن تطبيق توكلنا كيف يساهم في تتبع الحالات والمخالطين، ايضا كذلك تحذير مستخدم التطبيق عند الاقتراب من شخص مصاب. كيف تم ربط هذه الأمور كلها في بعضها؟ نقدر نقول حقيقة نقدر نقول سر التفوق هنا في إدارة البيانات. البيانات ضخمة جدا يعني بشكل كبير. لدينا الذراع التشغيلي في سدايا، المركز الوطني للمعلومات، يقوم بحقيقة دور كبير جدا في ربط هذه البيانات كلها بخدمات أبشر وخدمات نفاذ، والقدرة في إدارة هذه البيانات حتى تظهر إلى المستخدم النهائي بشكل حسب طبيعة العمل المطلوب منه. هذه النتائج الآنية كلها أصبحت على مدار الثانية، بل بالجزء جزء من الثانية إنجاز التعبير. لأن البيانات هنا عندما تدار بشكل صحيح تبرز إسهامات وقدرات إدارتها على المستخدم النهائي وهو المستخدم الطبيعي المواطنين والمقيمين. في بعض الأخبار الواردة خلال اليومين الماضيين أنكم أن تطبيق توكلنا وصحتي سوف يعملون بالشراكة أيضا أنتم الهيئة بيانات النو، بيكون في عدم استخدام البيانات ويتم بشكل مباشر عن طريق الهاتف، يعني أنه لا يتم استهلاك البيانات المتواجدة على شركات الاتصال، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وتم هذا التحديث مؤخرا، وأيضا الشكر لوزارة الاتصالات أن أيضا أتاحت كل تبادل المعلومات فيما يخص تطبيق تباعد وتوكلنا بشكل مجاني للمستخدمين. يعني لماذا حرصتم أن يكون بشكل لا يستهلك البيانات من الهاتف؟ لأن حقيقة إحنا ندرس حالات المستخدم، والمستخدم بعضهم لا يريد أن يستخدم الإنترنت لأغراض مكلفة عليه، فبالتالي إحنا ندرس كل الحالات ونحاول نعالجها في وقتها. استخدام البيانات في الغالب ليس بهذا الحد الكبير، ولكن كميزة أن يقدم مجانا لكي نشجع الناس والمستخدمين يستخدموا التطبيق هذا في كل الحالات في كل الأوقات. إذا تسمح لي أرجع معك للسؤال الأول أستاذ محمد، وبستغل تواجدك اليوم. ذكرنا أنه دور الذكاء الاصطناعي في التغلب على جائحة كورونا، ذكرنا أنه مراحل 5 هي مرحلة الكشف المبكر، الاحتواء، التشخيص، الرعاية الصحية، مرحلة البحث عن العلاج. أبغى أروح لنقطة الأخيرة اللي هي 5، مرحلة البحث عن العلاج. كيف استطاع الذكاء الاصطناعي في تزويدكم للبحث عن العلاج المناسب لكوفيد 19؟ حقيقة هذه المراحل 5 هي أبرز التقسيمات اللي ظهر فيها استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. فحينما نتكلم عن البحث عن علاج
لأفرع بذاته، مثل البحث المعلوماتي على جسم كبير جدا من أوراق النشر العلمية، التجارب العلمية. فبالتالي دور الذكاء الاصطناعي ساهم في تقليل الوقت على الباحثين للحصول على المعلومة في الوقت المناسب وبشكل سريع جدا. أيضا نجد أن التجارب العالمية التي قامت من مراكز الأبحاث، أولها مثلا من فايزر في أمريكا للبحث عن علاج، استخدموا الذكاء الاصطناعي حتى في المراحل الثلاث، مراحل اختبار العلاج، وايضا في دراسه الاثار وفي التطوير التقني الحديث اللي هي ما يسمى بالام ار ان اي، في تتبع الحالات واستقراء النتائج بشكل سريع جدا. فهذه المرحله هي يعني برز فيها دور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا لتبادل المعلومات، للبحث عن ما يسمى بالانسايت يعني مسجز، او البحث ايضا عن العلاج بشكل دقيق وسريع. بالامس استاذ محمد، سداهيا وفيليبس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام الرعاية الصحية في المملكة. إلى ماذا تهدف هذه الشراكة وهذه المذكرة؟ نحمد الله في سدايا وإدارات سدايا على خطى حثيثة في البحث عن شراكات مع كل الجهات والشركات القوية، وفيليبس أحدها. فيليبس متفوقة في مجال القطاع الصحي بتقنيات متقدمة، ساهمنا ولله الحمد بشراكة معها لتطوير بنية تحتية تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الصحية اللي تكون متدفقة من مراكز البيانات، وأيضا دعم لأصحاب القرار والباحثين والمختصين والأطباء في استقراء النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية، بالإضافة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني اللي يكون حقيقة من ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في استخدامات البيانات الذكاء الاصطناعي. فهذه إحدى الشراكات اللي نفخر بها، والحمد لله يعني في سدايا لدينا أيضا شراكات مع جهات وشركات كبرى، ولا يزال الطريق في أوله. يعني بودي في يعني في سؤال فضولي اليوم، أتوقع حتى المستمعين بودي يتساءلون، تطبيق توكلنا صحتي أبشر القائمين عليهم منهم؟ الحمد لله كفاءات وطنية في الهيئة البيانات الذكاء الاصطناعي. طبعا تطبيق صحتي يتبع وزارة الصحة، تطبيق توكلنا وتباعد وأبشر ونفاذ كلها بكفاءات سعودية ولله الحمد، نفخر بهم، ما في شك، متميزين في مجالاتهم، ونسهر ليلة نهار خدمة للدين والوطن الحمد لله. وأنت أيضا أحد الكفاءات التي نفخر بهم دائما أستاذ محمد، بعض مما عندكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ محمد سليمان.